اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده الاكل الصحي، ويومنا النهارده مع الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما نقول الوقايه خير من العلاج. النهارده حبيت اعمل اكله دسمه زي التندوري، كلنا عارفينه بيتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالسمك، له تفاصيل كتيره قوي، لان بيرجع اصول الاكله للمطبخ الهندي. بتعمل بالزبادي، بتشكيله من التوابل، المساله، المساله دي على فكره مش نوع شجره ولا نوع توابل، هي تركيبه توابل في بعضها فاخدت لقب المساله. زي التوابل المشكله عندنا يقول لك 7 بهارات عشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. فانا حابب اعملها النهارده بطريقه صحيه، ونشوف هنعملها ازاي. نشيل جلده الفرخه والدهون اللي موجوده فيها، ونتبلها بزبادي قليل الدسامه، يعني موجود في اي سوبر ماركت مع التوابل بتاعتنا، اعتقد كده بنسبه تقريبا 60-70% هي صحيه. معانا طبعا عدل التندوري رز بسمتي هيتعمل بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، لان الرز والبطاطس دايما متهمين وفي قفص الاتهام بان هم بيزودوا الوزن. على فكره الرز ممكن اسلقه بعد ما استوى، اصفي ميته واخد احط له التوابل، وكده اتخلصت من النشويات بتاعته اللي ممكن تزود الوزن. ولكن العصير بتاعي النهارده بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا يوفقهم طبعا، الناجح يرفع ايده ويشرب من عصير الشيف المغازي اللي هو عصير البسكويت بالشوكولا مع العسل والزبادي، ويجعل ايامكم كلها عسل يا رب، والايام اللي جايه باذن الله. هنعمله النهارده بطريقه صحيه، ونشوف ازاي نقدمه لاطفالنا الحلوين وبالف هنا وشفا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والتندوري له تفاصيله عشان يطلع بالشكل الاصيل. فهنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل عمل التندوري اللي ممكن ناكله بعض المطاعم، ندفع في نص فرخه مبلغ وقدره، وفي الاخر ممكن تعجبنا او ما تعجبناش. فانا هعلمك تعمليه ازاي لو عندك فرخه سليمه وعندك تشكيله من التوابل، المقادير على الشاشه ومعانا زبادي، وازاي كمان نعمله بطريقه صحيه. يعني في ايدينا ان احنا نبدا ان احنا نفحص مكونات الاكله، ونشوف ايه الحاجات اللي بتؤدي لدسامه، فيها دسامه نخلص منها بشياكه. زي الزبادي بنشتريه طبعا يكون الدسامه بتاعته قليله، وده موجود في اي سوبر ماركت. الفرخه بتاعتنا سليمه، ومعانا البصل والثوم ده اساسي، والتوابل بتاعتنا حبهان وجنزبيل بودر او طازه، وقرنفل وملح وفلفل. تعالوا مع بعض نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، والاساس طبعا الجنزبيل يا اما طازه يا اما بودر. اهم حاجه في البدايه خالص ان انا هاخد الفرخه دي طبعا اخليها، مش اخليها من العض، لا انا عايزها بشكلها كده، بس اشيل الجلده من عليها واقدمها بطريقه ايه تستوي بسرعه. حلوه قوي. وبعدين نعمل تتبيله التندوري مع بعض، الاساسي فيها الزبادي. وتليفوناتنا على الشاشه لحضراتكم للتواصل، واللي حابب يسال سؤال احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. ادي الفرخه بتاعتنا الحلوه، تعالي يا عروسه. الوزن حسب عدد افراد الاسره، ممكن يكون وزنها 2 كيلو كيلو ونص، مفيش مشكله بالشكل ده كده. اول حاجه هشيل السلسله، انا مش عايزها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسكينه حاميه كده. وشوف انا هاخد السلسله دي راح بقى فين دلوقتي. عندي حله ميه بتغلي على النار الطبيعي، بحطها علشان اخد الشوربه بتاعتها، لان عندي كمان شويه رز عايز اعملهم اهي، باخدها زي ما هي كده. دي حله على النار اللي هو البوكيه جرنيه، يعني تبقى فيها ميه، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، استفيد بالفليفر بتاع الميه دي علشان اعمل الرز البسماتي بتاعي، هي دي الفكره. وهاخد برضو من الجوس بتاع الفراخ ده كده اعمل البصلايه المقرمشه اللي هقدمها مع التندوري. فاذا الحله دي هتضرب عصفورين بحجر، لازم تكون عندك على النار بالشكل ده كده. وناخد بصلايه نحطها فيها كده، شفت الفراخ اهوت، بشيل كده الجلده بتاعتها. ادي اول حاجه انا بفكر فيها، عايزه تعملي فراخ بطريقه صحيه، واجي على الصدر ده كده طبيعي، اخده كده 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 واخده كده كمان واحطها هنا. نيجي على الورقه واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. هتقولي لي ما عملتهاش، انا حابب اعملها معاك علشان بصراحه يعني، واتكلم بكل صراحه، تعملي ده في البيت، ما تخليش الراجل الفرارجي هو اللي يعملها لك، بايدك الحلوه كده يا ست الكل تعمليها.
نخلص من دي كده وناخد الورك ده كده. انا بحب الورك ده كده اهو. انا بعمل تندوري دلوقتي عشان هتبله. شفت الجو ده كده واحطها هنا فرخه واشيل كل ده. ده موضوع ان انا اخليها اشيل الجلده دي كده بالراحه اهو. لقيتيها مش ثابته في ايدك بتمسكها منديل وتطلع معاكي بسهوله. بيسحب كده الجلده بصراحه بالشياكه نخلص منها. الجلد ده طبعا هنرميه مش عايزينه. بتشوي فراخ ممكن بنفس الطريقه. شفت ازاي؟ كده انا هضمن ان التتبيله تخش جوه الفرخ. هتيجي تقولي لي بقى اغسلها؟ مش داعي تغسلها خالص. فرخه ايه على الشاشه زي الفل تتاكل وهي نيه. اهم حاجه عشان تطلع معاكي بالشكل ده تغسليها وهي سليمه. تغسليها بملح خشن، تغسليها بدقيق، تخلصي من الزفاره اللي فيها. وزي ما احنا شفنا مع بعض شلنا الجلد وخدنا السلسله بتاعتها حطيناها في الحله على النار بتستوي. هنا بقى لك الحريه، تعمليها تندوري ماشي، تعمليها مشوي ماشي، تعمليها بيكاتا ماشي، زي ما انت حابه. هي معانا كده زي الفل. صينيه بالبطاطس مفيش مشكله. هاخد البلانشه وبما تحتويه من فضلات الدجاجه واخلص منها. حلو الكلام؟ واحده واحده ونغير الجلافز بتاعنا كمان تمام. وتعالوا مع بعض نعمل تركيبه التندوري دي اللي تهمني يا عم الشيف. ولكن قبل ما نفكر نعمل تندوري لازم يكون عندك الفرن بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، ننظر نظره بس كده على الفرن لان لازم نحضره لعمل التندوري. بنجيب الصينيه بتاعه الفرن بنحط فوق منها الشبكه. ما عندكيش بنفس الشكل ده في شبكه مع صينيه بيتباعوا الاثنين مع بعض بالشكل ده كده. ادي الشبكه وتحت منها الصينيه. هنرص الفراخ التندوري على الشبكه علشان بتبقى طبعا فيها بهاريس كتير وبتستوي مع بعضيها. هو ده الموضوع. ادي الفراخ اهي جاهزه. تعالوا نعمل خلطه التندوري. زبادي، تركيبه من التوابل مع بعض واحده واحده كده. اللهم صل على النبي. عندنا بابريكا، شويه كمون، الكركم بتاعنا، جنزبيل، اللون الاحمر الحلو اهو. خلي بالك المعلقه لما تحط فيها اللون الاحمر ما تحطهاش في مكان ولا تحطها في ميه. يعني مثلا معلقه زي دي كده لو حطيتها دلوقتي في اي مكان هتلاقي مطبخك كله بقى لون احمر، تقف تنضفي في المطبخ طول النهار. خلي بالك فتحافظي على المعلقه اللي خدت اللون ده كده. ادي الزبادي اهو بتاع التندوري. عندي توم طازه. تاني انا عملت ايه يا شيف وحطيت ايه علشان الساده المشاهدين؟ تاني زبادي، توم، نقلب كده نشوف الدنيا واللون الاحمر الحلو مع التوابل المساله اللي هي عباره عن جنزبيل مطحون، هيل مطحون، قرنفل مطحون، جوزة الطيب. عايزاها سبايسي شويه احط شطه. شايفه اللون ده كده نظبط الملح بتاعنا واحنا مع بعض واحده واحده ملح كده نظبط زي الفل كده. الخلطه بتاعتنا وعصير الليمون ينزل عليها كمان. دي صحيه يا شيف مع بعض. اللي شايف غير كده يقول لي. احنا هنروح مع بعض فين؟ تليفونات على الشاشه. زبادي من اي سوبر ماركت، في منه الدايت وفي منه العادي، لك الحريه. بتجيبيه وتحطي التوابل اللي انا حطيتها مع زيت زيتون زي الفل. واشيل دول كده على جنب واقلب الخلطه الحلوه دي كده واحطها على الفراخ. المفروض ان احنا ندخلها الفرن بعد ما نحطها على الفراخ على طول يا شيف. يعني يفضل ان هي تتحط في الثلاجه ساعه زمن. الطعم طبعا هنا مختلف التتبيله دي كده مهمه جدا. زيت زيتون، عصير ليمون، التتبيله الحلوه اللي حضراتكم شفتوها، التوم والجنزبيل والبهارات بتاعتها. هننزل بقى دلوقتي على الفراخ. في تركايه بقى عايز اقول لك عليها بس في سرك. دي بتاعت المغازي وبس. سماهوس. ايه هي يا عم الشيف؟ الزبادي او اليوغت يعني عموما لما بيتعرض للنار او نحط على تتبيله الفراخ بعد وقت بتلاقيه برغل وشكل الفراخ عليها برغل كده رفيع عامل زي الايه؟ زي السكر الخشن او يعني مبرغل بشكله مش لطيف. دي حاجه. الحاجه الثانيه التتبيله بتنزل مع الفراخ. فانا عايز اثبت الموضوع ده كله ويبقى صدر الفرخه له شخصيه كده كبر قدامي والتتبيله جوه الانسجه بتاعه الفراخ وداخله مكان ما قطعت بالسكين. ايه التركايه؟ معلقه نشا للتوابل دي كلها.
هنقلبها مع بعض. معلقه النشا. حاضر يا فندم. اه بالتتبيله دي كده زي الفل. هنخلي المعلقه دي بعيد عني كده وناخد التتبيله دي يا عم الشيف. وننزل بقى كده على الفراخ. مكان ما انا فاتحها. حلو قوي. هي الخلطه دي ينفع نعمل بيها يا شيف حاجه غير الفراخ؟ اه سمك تندوري، اي نوع سمك، اي نوع سمك انت حباه. يفضل طبعا اللي ما فيهوش حسك، اللي هو الايه القشر الشوك يعني، يفضل يعني هامور، قاروص، دينيس، وقار، فيليه قشر بياض، وهكذا. شفت ازاي؟ وادخل كده التتبيله جوه الفراخ بالشكل ده كده. حلو قوي. انا هروح على الفرن دلوقتي واخد الفراخ دي كده زي ما هي وابدا ارصها على الايه على الشبكه بتاعه الفرن واحده واحده مع حضراتكم. اسحب كده الصينيه بره شويه واسحب الشبكه دي كده، وانا والمخرج والاساتذه المصورين حبايبي نرص التندوري في قلب الفرن اهو. لازم الطريقه دي كده زي ما هي كده اهو. ملاحظه حاجه؟ التتبيله نزلت على الصينيه، وده اللي انا عايزه. ونفس القصه اهو. ولازم تكون سخنه بالشكل ده كده اهو زي الفل. احتاجت صلصه وانا شغال احط عليها. ولازم تتحط على الشبكه كانك بتعملي شاورما. ادي قصه عمل التندوري. عشان كده بدات بيه الحلقه، لانه هياخد وقت كتير من الايه من الحلقه. نقفل الفرن وندخل دي كده. اللهم صل على النبي. شفت اشتغلت ازاي؟ حلو قوي. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف مع بعض اسرار عمل الرز بالزعفران عدل التندوري بتوابل خاصه من الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل شويه رز بالزعفران. بنروح على بعض المطاعم اللي بتعمل فاست فود، بنلاقي له رز اصفر ولادنا بيحبوه. فتعالي مع بعض النهارده نعمل رز بالزعفران بطريقه صح، وننتهز الفرصه طالما ولادنا بيحبوه واحنا بنحبه، نغذيه، نجود عليه، نديله طعم. رز بسمتي ومعانا بصله ناعمه، ومعانا التوابل اللي هو الزعفران وشويه بهارات من الحبهان والقرنفل والورق الرورو، ومعانا الشوربه اللي بتغلي على النار اللي فيها عظم الفراخ، ومعاها بوكيه جرنين من الجزر والكرفس والبصل. حلو قوي. شويه زيت على النار بالشكل ده كده، وننزل بالبصلايه بتاعتنا الناعمه، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. شويه ورق اللورو، حبهان وقرنفل مع بعض، ونحمر البصله يا عم الشيف بالحبهان والقرنفل، ده الطبيعي. وانا شغال اهو زي اهو مجود انا بقى ايه؟ عايز طعم الرز ده، اكل شويه الرز دول واستطعمهم كده واخد معلقه واثنين وثلاثه واربعه بطريقه صحيه، اعمل ايه؟ هو ده الكلام. معايا زعتر بري، لما بلاقيه عند الراجل بتاع الخضار هو بيناديلي، شيف مغازي حبيبي خد دي، وما بياخدش فلوس بصراحه، بيداني. ده زعتر بري بحطها هنا. معايا عود روزماري بحطه هنا وبقلب، عشان هشيلهم بعدين، عشان كده حطيتهم سلام. حلو. زي ما هم كده يتحمروا، وقلب. حلو قوي. دول هيستووا في قلب الرز، اخد الفليفر بتاعهم والطعم يعني، وبعدين ارفعهم بشياكه. حلوة. واستنى على البصلية كده لما تديني لون، ننزل عليها بشوية بهارات حلوين من نفس البهارات بتاعتنا بالشكل ده كده، عشان ياخد شوية طعم. وعند شوربة بتغلى على النار، الشوربة بتاعت الفرخة، فاكرينها؟ نبص عليها كده، ده اللي مطمني. فيها عظم الفراخ، واعمل لي زي كده، فيها بصله، فيها تومه، فيها كرفس، بوكيه جرنيه يعني. شويه شوربه حلوه. ليه بقى اجيب مكسبات طعم وتبقى الاكله بتاعتي زي جارتي زي عمتي؟ خلي الطعم بتاعك منفرد. ليه؟ انت هنا بتصنعيه بايدك.
الشوربه دي مهمه جدا على فكره. العود الروزماري والعود الزعتر اللي انا حاطه هنا بيفرق اهو. شوربه ريحتها حلوه قوي، البخار طالع جميل جدا، بتعطر الاستوديو. نقلب كده اهو، شويه الرز دول هنسيب الفراخ للضيوف وناكل الرز. انزل بالرز بتاعنا البسمتي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ينفع رز مصري؟ ينفع، مش هيقول لا. بس هو المعروف الرز بالزعفران معروف ان هو رز بسمتي، اللي هو الرز البخاري، اللي هو رز الكبسه، اللي هو الرز البرياني، اللي هو الرز المندي، لازم رز بسمتي. احنا بنزرعه هنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين. شايفين بنقلب ده كله مع بعض. نقلب لغايه لما الرز يشرب التتبيله اللي انا حطيتها في البدايه، تتبيله البهارات مع الروزماري مع الزعتر مع البصله مع التومه، واحس ان حبات الرز خلاص اتعرفت على كل حاجه. اطفيها وادلعها بايه يا عم الشيف؟ اطفيها بالشوربه بتاعتي. حلو قوي، زي ما انا شغال كده زي الفل. عند الشوربه بتاعتنا هنا اهيت. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. الصوره الحلوه بشعاوتها تتحدث عن نفسها. وتسيب الرز ده يا عم الشيف يستوي. حلوه اهو، حلو اهو زي الفل. اقلب الرز كده اهو. انا بقى بخلي الروزماري والزعتر ده بيستوي في قلب الرز، عشان انا قلت لكم هنسيب كل حاجه وناكل شويه الرز. خسرت حاجه؟ ما انت كده كده بتعمل الرز، تحط رز في ميه مغليه بقى انا باكل نشا؟ لا، لازم اكل طعم. اسيبه يستوي الرز واغطيه. والمثل الشعبي قال لك اتقل على الرز لما يستوي، وخاصه لو شويه رز حلوين زي دول. تمام، تعالوا نعمل بقى عدل التندوري. عدل التندوري بصله مكرمله هعملها مع حضراتكم كده سريعا. معانا بصله اهوت من خير ارضنا، هنقطعه جوليان يعني شرايح يعني سلايز، دي مصطلحات عشان لما تسمعيها ببعض الفيديوهات الاكل تبقى عارفاها. نقطعها مع بعض كده اهو بالشكل ده كده. خلي بالك من ايدك، اوعى السكينه تعور ايدك، لازم مسكه السكينه كده بكلوه ايدك اهوت، ما تمسكيش السكينه كده، كده غلط. اللي بيمسك السكينه كده غلط بتاثر بعد كده على مفصل الصباع ده كده، وبتعلم مكان السكينه ومكان المستحد بتاعها ده كده، لازم تمسكيها بالشكل ده كده. ولما تقطعي بصل لازم تقطعيه بسكينه عريضه مش سكينه رفيعه. بالشكل ده كده. ده مهم جدا على فكره. التقطيعه دي مطلوبه. هاخد البصله دي يا عم الشيف اتبلها، وعندي طاسه بتسخن على النار بحط فيها زيت زيتون، واسيب البصل ده يتحمر كده. بيسموها في دول الخليج الكشنه. خلي الطاسه كده زي الفل ونقطع مع بعض. شفتي خط سر الحلقه ماشي ازاي؟ فراخ تبلتها ودخلتها الفرن بتستوي، عشان لما تقف في المطبخ تبقى هي الواقفه وخلصنا. الرز بيستوي على النار، عيني عليه، وامسك البصل دي اتبلها كده واحطها في الطاسه واغطي الطاسه واسيبها تستوي. شويه البصل دول كمان هدلعهم دلوقتي. حلو قوي زي الفل. كسروله زي دي كده قدام الكاميرا الحلوه، بناخد البصل بنحطه هنا. الله، البصل بيتكلم مصري في قلب الكسروله. حلو، تسلم ايدك يا عم الشيف. بحط على البصل ده شويه كزبره خضراء. على فين البصل ده كده؟ هنشوف دلوقتي حالا مع بعض. ناخد الكزبره الخضراء دي كده على البصله. بتكليف المطاعم كده؟ طبعا لا. امال ايه الفرق بقى؟ ان انا اعمل تندوري في البيت وتندوري على طريقه المغازي، هنا الفرق. روزماري ده كده مع البصله وانا شغال، معلقه هريسه حلوه على البصله بالشكل ده كده، شوية زيت زيتون على البصلة، شوية بهارات بتاعتنا التركيبة بتاعت المسالة على البصلة، شوية ملح، أيوة زي ما قلت كده على البصلة
شوية فلفل اسود. ايوه سامعكم، على البصلة، ونقلب كل ده. وانا شغال. ومعايا طاسة شديدة الحرارة. لازم بإيدي. عشان يقول لك الشيف ما بيقلبش المعلقة ليه؟ ركز معايا هنا. علشان افصص البصل من بعضه. بصل الجوانح. شفت الخلطة دي؟ هو ده. وهنزله دلوقتي في زيت زيتون مغمور. زي ما هو كده على النار يا عم الشيف. وادي زيت الزيتون بتاعنا. ولازم ياخد الصدمة النارية. وياخد من الشوربة اللي بتستوي على النار. ينزل زي ما هو كده اهو. الله. هتسيبي الفراخ وتاكل البصلة دي زي ما هو كده على النار. بقلبه. ده الطبيعي. ركزي معايا بقى عشان التركاية الحلوة دي كده. صلي على الحبيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. دي البصلايه اللي هتتحط تحت الفراخ بعد الفراخ ما تستوي. ونقلب كل ده مع بعضه. الله على الريحه الحلوه. ما بقتش بصلايه دي. زي ما انا شغال كده. ياخد الصدمه الناريه التحميره الحلوه دي كده. لازم كزبره خضراء عشان اطلع من ريحه البصل. اللهم صل على النبي. زي ما انا شغال كده لسه ما خلصتش. غطى الحله معايا بايدي الشمال. مغرفه ميه شوربه حلوه من الفرخه بايدي اليمين. تقريبا هو ده كده. على فين على فين؟ العب. ونغطي الحله ونسيبها شويه لمده تقريبا 10 دقايق. نبص على الرز. ده ما بقاش رز، ده رز بقى بيتكلم ايه؟ مصري. نغطي كده ونقلب. الله. نرفع اللي ملوش لازمه ده هنا. ده الزعتر نحطه هنا. الروزماري نحطه هنا. وانا شغال كده. لازم تبقى واقف في المطبخ كده في تناغم بينك وبين الاكله، في حديث يسمعه القلب بينك وبين الاكل. خلونا بقى ايه، نغطي الرز بتاعنا ده كده ونأمن عليه زي الفل. والبصل بيستوي على النار والفراخ بتستوي في الفرن. نبص عليها قبل الفاصل وناخد بعضينا عند الفرن مع فرسان التلفزيون المصري، اساتذتي وحبايبي المصورين. ايه الحلاوه دي؟ التندوري، ايه الجمال ده؟ تسمح لي اطلعها لك سنه بره؟ عيني اهو 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 يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ شفت الجمال؟ شفت القرمشه؟ شفت اللون الحلو؟ هتقع مني كده يا شفيق. العب. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنعمل عصير بالشوكولاته مع العسل، والعسل بهديه لكل طلبه الثانويه العامه اللي نجحهم وبيستعدوا لدخول الجامعه. وشكرا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. انا بجود بقى. يعني بجود؟ بجود في الشغل بتاعي الطبيعي. بتعملي اكله حلوه، بتعملها بمزاج، وزي ما قلت لحضرتك لازم في تناسق وفي تناغم بينك وبين الاكله. الرز بالزعفران ده عايز شويه زبيب. انا عاشق للزبيب، وخاصه لما يكون مع الرز البسمتي واخد طعم الفراخ. زبيب طبيعي. لما اجي استخدم زبيب في برياني، في مندي، في كبسة، بحط شوية مية كده عليه، ومية تكون سخنة. وعلى الرز ما يكمل سواه يكون الزبيب ده كده ايه، رجع لشكله الطبيعي، لان احنا عارفين ان هو عنب بناتي واحنا دلوقتي في الموسم بتاعه. وده مجفف طبعا ومتخزن واخد مادة حفظ. اشتريتيه من عند العطار، جبتيه باكو جاهز، ايا كان الشكل ده كده. واخليه على جنب ونفتح الحله بتاعتنا ونشوف الدنيا الاخبار ايه. ايه الحلاوه دي؟ معانا الزعفران، ومعانا هنا بوله فيها معلقه زيت صغيره، وبنحط شويه زعفران كده حلوين.
ونقلبهم بالشكل ده كده، وننزل بيهم في النص كده بس. خلاص مش لازم نقلبه، هنقلبه دلوقتي مع بعض زي الفل. ناخد الزعفران بتاعنا، سوري الزبيب بتاعنا. حاضر يا غالي، عايز اشوف الفراخ، عايز اشوف الهبر. ناخد الزبيب كده اهو، نحط على وش الرز شويه رز معمولين بذمه، معمولين بمزاج عالي، مش رز اصفر وخلاص، لا خالص. الزبيب ده خلاص اتغسل وزي الفل تمام. نقلب الرز كده ونشوف الدنيا عامله ايه. بص كده على اللون ده كده اهو، هو ده. شفت الشقاوه بتاعت المطبخ؟ انت هنا بتعمل ايه؟ تعالى، ده عدل شويه التندور اللي انا عاملهم. تعملي بقى صدور فراخ، تعملي فراخ سليمه. تلاحظ الرز حبه وحبه ازاي؟ هيقول لحد دلوقتي ليه ما دوبتش الزعفران في ميه بدل الزيت؟ سؤال في محله. انا دوبت الزعفران في معلتين من الزيت عشان اضمن الرز يفلفل معايا وما يجيش لكل حبه رز، يبقى الرز معايا كده حبه وحبه. نغرف الرز بتاعنا ده كده هنا، طبقه فين اهو. نطلع التندور دلوقتي تحت البصلايه، اللهم صل على النبي. يلا العب رز بالزعفران على طريقه المغازي. عايزك تعمليه كده على فكره، الموضوع ما فيهوش تكلفه ولا حاجه. الرز انت كده كده بتحطيه على النار، بس هي كل القصه ان احنا نفهم الدنيا ماشيه ازاي. شويه رز بيتكلم مصري، هي بقى الاكله جذورها هندي جذورها برازيلي، اللي بيعملها ياخد اللقب بتاعها. شويه الزبيب جايين كده على حرف الطبق، عاملين ايه؟ شياكه. حلو الكلام، زي الفل تمام. اقعد نعناع حلو بالشكل ده كده، وخلص الكلام. حلو قوي. ايه اللي بعده؟ نشوف التندوري بتاعنا. طبق لما بيعجبني شكله ببقى عايز اعمله ايه؟ تحفه فنيه، لوحه فنيه. مش بيكاسو بس اللي بيرسم، المغازي كمان بيرسم. تعالوا نطلع الفراخ من النار او من الفرن يعني، اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي؟ الاول نجهز البصله بتاعتنا. الدنيا عامله ايه هنا اهو؟ بص على البصلايه دي كده وصلي على الحبيب. بصل اهو، ده بصل متقطع شرايح، حطينا عليه الزبادي او تتبيله التندوري، وتبلناه بكزبره خضراء. هتسيب الفراخ وتسيبي كل حاجه وتاكل البصل الحلوه دي كده، نسقيها محبه من الشوربه اللي عندي يا ويلي، ونسيبهم على النار كده. ونجهز طبق التقديم واحده واحده. فين طبق التقديم يا عم الشيف؟ هو ده. جنب الفراخ، اللهم صل على النبي. ناخد شفتوا في اجمل من كده؟ عبير بيسموها ايه في الاذاعه؟ عبر شاشه القناه الاولى والصوتيات والمرئيات، بنبلغ كل التهاني لكل اللي نجحوا في الثانويه العامه في الكليه. نطلع الفراخ، الله ايه الحلاوه دي. بص على الفراخ بقى، بص على الفراخ كده ايه الجمال ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لسه هغرفها دلوقتي حالا. زي الفل واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نعمل العصير الحلو ده للناجح يرفع ايده. عباره عن بسكويت شوكولا جيد الصنع يعني، حاجه كويسه، وعسل نحل، وايه كمان؟ وزبادي. والزبادي هنا عادي ممكن يكون دسم كتير او قليل الدسم، مفيش اي مشكله حسب ما احنا حابين يعني. والمقادير على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. حلو الكلام. طيب
بس انا جاي على بالي كده الدجاج ده زي الفل تمام. ناخد الليمون ده كده. بتعمل ايه يا شيف؟ بناكل فراخ بقى وفرحانين بيها وشكلها الحلو ده كده. بقدم الليمون كده شرايح بالشكل ده كده. لوحه فنيه، مش قلت انا بيكاسو ده خلاص يعني راحت عليه؟ مش بعمل حاجه انا، كل حاجه تيجي في ايدي بطلع منها لوحه فنيه. هو ده المطبخ. يلا حلو قوي، صورني معايا يا شفيق. نشوف مقادير العصير، شفناه نشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اخبارك ايه انت جميل؟ العب معانا. بسكويت، بسكويت بالشوكولاته في قلب الخلاط. وما تجيبيش البسكويت الخشن بقى اللي يكسر لك سكينه الخلاط وتدعي عليا. في بسكويت هش كده، سامع الصوت ده كده؟ حلو الكلام. تبص له كده يتكسر لوحده. تاني زبادي. حلو قوي. مع بسكويت. حلو. حليب مثلج طالع من الفريزر، طالع من الثلاجه، يكون مثلج. العصير ده طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، عصير المود الحلو. تمام. وعندنا عسل نحل، يجي على ايامكم كلها عسل يا رب. يلا. اي نوع عسل يا شفيق؟ ممكن يكون زهرة البرسيم بتاعنا، او يعني يفضل يعني. زي الفل. تمام. انزل بالعسل كله عشان خاطر عيونك. زي الفل. تمام. واشغل الخلاط وابعد عنه عشان ما تسمعوش صوته، دايما المخرج يقول لي كده. شكرا، اديت مهمتك بنجاح. العصير معانا زي الفل. عملت ايه يا شيف النهارده؟ دخلت المطبخ تسمي بسم الله، شفت الشيف المغازي بيعمل الاكل ده النهارده. حريصين انك انت بعد ما تشوف الحلقه مباشره كل يوم الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه اللي بيتابعونا في انحاء العالم. موضوعنا بسيط وسهل، مش الغاز وفك الغاز. فرخه جبناها وزنها كيلو ونص للامانه، شلنا الجلد منها بعد ما قطعناها 4/4 عشان يبقى سهل التخلص من الجلد، وعملناها بطريقه صحيه. وعملنا فراخ تندوري بتتبيله المغازي، لازم تعملي التوابل بايدك انت يا ست الكل. حلو البسكويت اللي حيرانه ما بين العصير دي، حلوه انا بحبها وعلى فكره من زمان، وانا احب اغمس البسكويت بالشاي وبالحليب. حلو. وفي الاخر عملنا شويه الرز بالزعفران، شفناه عملناه ازاي، خدمنا عليه كويس، خدنا الشوربه بتاعه الفرخه، وخدنا الفليفر بتاع الشوربه، عملنا شويه رز حلوين. علشان ناكل الرز ده ما يبقاش هو رز اصفر وخلاص. وعملنا التندوري بالشكل اللي حضراتكم شفناه، وقدمناه مع الخلطه بتاعته اللي هي البصله. جبنا البصل قطعناه جوانح او جوليان، وبعدين نزل في طاسه شديده الحراره. الموضوع هنا مختلف، انا عايز البصل يبقى جوس وفيه طعم، فحمرته واديته التتبيله بتاعته واساس الكزبره الخضراء. هتشوفوا الطعم الكزبره الخضراء في البصله ده بعدين. وخدنا من الميه اللي بتغلي على النار، بلاش ميه هنا بقى، بقت بوكيه جرنيه شوربه لسه حتى بتغلي على النار، احتفظي بيها. ونشرب البصل ده لغايه لما يستوي، لانه مش عايزه محمر، انا مش بعمل كشري او مش بعمل ايه مثلا اكله فيها بصله محمره زي البرياني او المندي. وفي الاخر برص عليه التندوري كده بالشكل الحلو عشان يبقى فيه تناسق مع الليمون الجميل الحلو والعصير الحلو اللي بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا كرمهم ونجح ان شاء الله. بهنيكم تاني النهارده. وطبعا اللي ما صادفوش الحظ وما وفقوش الحظ، تاكد ان ده خير لك باذن الله وخير ليكي، هتنجحي السنه الجايه ان شاء الله ونفرح بيكي ونهنيكي.
تابعوا الشيف المغازي على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية منين؟ من ماسبيرو. We'll be right back.